من شركة كفر رأس الأنبار. يعني أنا أريد الطريق سالك. بناء على مناشدة وصلتنا لمنطقة الصناعة القديمة وتقاطع ودورة الحماميل، اليوم كنا في زيارة ميدانية للمشاريع التي تنفذ من قبل مديرية مجاري نينوى وعلى مشاريع الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان والإعمار. في هذا التقاطع يتم تنفيذ مجرى صندوقي بأبعاد 3×73 للخطوط المطرية، بالإضافة إلى خط ناقل للصرف الصحي بقطر 2800. المجرى الصندوقي سيتم إنجازه خلال 15 يوم إن شاء الله كحد أقصى، بالإضافة إلى توجيه الشركة لفتح الشارع داخل منطقة شارع الصناعة القديمة. ستقوم الكوادر فورا بقلع الأتربة وإزالة الصخور الموجودة في الموقع ليكون الشارع سالكا لأهالي أو أصحاب المحلات في المنطقة في شارع الصناعة. كما أن الخط الناقل للصرف الصحي سيتم إنجازه بموعد أقصاه شهر واحد، أي أننا سنخرج من هذه الدورة وهذا التقاطع بموعد أقصاه هو شهر إن شاء الله، ما لم تعارضنا أمر طارئ أو خارج عن السيطرة إن شاء الله. بالإضافة إلى أن الأمر أود أن أوضحه للمواطنين أن مدة الشركات شارفت على الانتهاء والشركات ملزمة بالإنجاز، وفي حال تأخروا سيدخلون بالغرامات التأخيرية.